فعلا هو سؤال جدير بالطرح. يوم 17 ديسمبر من سنة 2010 كانت هناك عملية اعتداء على أحد الباعة الجوالة المهمشين في مدينة سيدي بوزيد، والذي وقع الاعتداء عليه من قبل الشرطة البلدية البوعزيزي، ووقع منعه من العمل بالطريقة الهامشية من خلال بيع البضاعة بتاعه في مدينة سيدي بوزيد، وقع حجز معناها البضاعة بتاعه التي يقتات منها ويؤمن لقمة العيش لأسرته، فكانت النتيجة هو أنه أشعل معناها النار في جسده، وهي كانت صدمة حقيقة لكل التونسيين وخاصة من أبناء جهة سيدي بوزيد، والتي كانت رد فعلها قوي. وفي اللحظة ذاتها عندما هب شباب سيدي بوزيد للتعبير عن رفضهم لواقع التهميش، لواقع الفقر، لواقع الحجرة احنا نقولها في تونس من قبل السلطة الجهوية، وكانت المعالجات آنذاك في تلك الفترة معالجات أمنية صرفة، والتي أدت إلى اتساع رقعة الاحتجاجات، وكان للنقابيين أيضا في محافظة سيدي بوزيد والاتحاد الجهوي سيدي بوزيد دور معناها ممتاز في حماية الشباب وفي السعي إلى تأمين حق المواطنين والشباب في التعبير عن غضبهم واحتجاجهم على هذه الطريقة التي تعاملت بها السلطة آنذاك في هذه الاحتجاجات. ولكن للأسف الشديد السلطة القائمة في تلك الفترة لم تعي الدرس، بل واصلت في سياسة الأرض المحروقة من خلال اعتمادها على الحل الأمني دون سواه، ورفض الحوارات ورفض الاستجابة إلى المطالب البسيطة التي كانت قائمة في تلك الفترة. ومن هنا تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات، وأصبحنا نتحدث الآن ليس على فقط مجرد قمع معناها البوليسي التقليدي من خلال القنابل المسيلة للدموع، وإنما بلغ الأمر مستوى غير مسبوق من خلال اعتماد السلطة آنذاك للأسلحة النارية، خاصة في جهة قصرين يوم 8 و9 من شهر جانفي لسنة 2011. هنا كانت نقطة التحول الرئيسي في الأحداث.